وكل من هم على رئاسة المؤسسات العسكرية. الثالث أن تعاد الأرصدة المنهوبة والمال العام وممتلكات هذا الشعب التي سرقوه. ما زال الاعتصام قائم، ما زال الاعتصام في هذه الساحة. الأخوة الإكرام، من أجل إسقاط هذا النظام، الشعب يريد إسقاط النظام. الشعب يريد إسقاط النظام. الشعب يريد إسقاط النظام. الشعب يريد إسقاط النظام. ونقول لهم الشباب يا شباب، نقول لكل الثوار، نقول لكل الثوار وكل